أصدقاء أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة طبعاً جديدة وسعيدة وجميلة من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج مبروك الأهلاوية الفار. أهلاً وسهلاً بكم في برنامج الفار مع أحمد نادر على قناة الأهلي أونلاين تي في. النهاردة عاملين لكم بقى حلقة جديدة وحلقة قيمة وقامة، والرجل يعني الناس مبسوطة والحياة جميلة والحياة وردي. طبعا النهاردة عايزين نتكلم على مباراة الأهلي المصري العملاق الإفريقي الكبير ونادي الوداد المغربي الكبير، وطبعا مباراة ذهاب دور الأربعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، واللي قدر الأهلي أنه يحسمها بالفوز بهدفين مقابل لا شيء على أرض الوداد طبعا في الدار البيضاء في المغرب. وطبعا الهدفين أحرزهم اللاعب الكبير محمد مجدي أفشة وطبعا علي معلول من ضرب الجزاء. طبعا عايزين نقول معلومتين شيقتين كده عن نادي الوداد المغربي. اول معلومه ان هو سمي نادي الوداد تيمنا بفيلم وداد طبعا لكوكب الشرق ام كلثوم. وطبعا عايز اقول لكم ان الثقافه المصريه الفنيه والثقافه المصريه عامه مكون كبير جدا ومكون اساسي للثقافه المغاربيه وثقافه دول المغرب العربي. فطبعا هم تيمنا باسم فيلم السيده الراحله ام كلثوم سموا فريق الوداد المغربي. المعلومة الثانية اللي عايزين نقولها طبعا ان الوداد المغربي لم يخسر على ملعبه من يوليو 2016، والمعلومة المضحكة انه اخر مرة خسر على ملعبه كان من النادي الاهلي برضو، دي حاجة غريبة جدا. قدر ان هو 26 مباراة يصمد فيهم يكسب 22 ويتعادل في 4 مباريات عشان الاهلي ينهي الاحصائية دي بالفوز طبعا بتاع امبارح بهدفين مقابل لا شيء. تعال بقى نخش في شكل المباراة ونتكلم على تفاصيل الماتش. نخش بقى على شكل المباراة القيمة والقامة اللي لعبها نادي الأهلي امبارح قدام الوداد المغربي، واللي قدر يتفوق فيها بهدفين مقابل لا شيء على أرض الوداد المغربي. وطبعا الأهلي خلينا بقى نحكي كده سريعا ايه اللي حصل. الأهلي لعب في حراسة المرمى محمد الشناوي، قدامه 2 مساكين أيمن أشرف وياسر إبراهيم، على اليمين محمد هاني، على الشمال كان علي معلول، وقدامه 2 ارتكاز عمرو السولية وأليو ديانج، قدامهم محمد مجدي قفشة، على اليمين حسين الشحات، وعلى الشمال جونيور أجاييه، وفي الهجوم مهاجم وحيد مروان محسن. الاهلي لعب يا جماعه ماتش يعني اللهم صل على النبي. الاهلي من اول لحظه ضاغط، من اول لحظه بيحاول ان هو يستحوذ كوره كده، الراجل جبران بتاعه متلخبط راح شاط الهوا شاشي هوبا خدها قفشه خاضية لو راح حاططها ايه طبعا في انفراد جميل ليحرز الهدف في الدقائق الاولى من المباراه، ويتقدم الاهلي بهدف للا شيء ويبدا بقى يركب الماتش تماما لانه هو خلاص ايه مسك مجريات اللقاء. بعد ربع ساعة من الماتش لقينا الوداد المغربي بدأ يمسك ملعب وبدأ ان هو يسيطر على نص الملعب بتاع النادي الاهلي، بدأ ان هو يبقى فيه هجمات خطيرة من ناحية محمد هاني تحديدا، ولكن كان لاعب الاهلي لها بالمرصاد، وكان طبعا زي ما شفنا موسيماني بيعمل الحاجة اللي قلنا عليها قبل كده ان هو بيخلي حسين الشحات واجاييه بينضموا للقلب، وبيخلي محمد هاني وعلي معلول يزيدوا لقدام، كان بيعملها بقى احمد فتحي لما كان مكان علي معلول. وبناء على ده كان الاهلي بيبقى ليه شكل هجومي قوي جدا. في حاله الدفاع كان بيرجع محمد هاني وعلي معلول، وكان بيرجع معاهم حسين الشحات وجونيور اجاييه، وده كان عامل كتله قويه جدا في الجانب الايمن والجانب الايسر للنادي الاهلي. معركة نص الملعب كان متفوق فيها النادي الاهلي بشكل كبير جدا، وشفنا ان الاهلي كان بيعمل حاجتين، هي الاحتفاظ بالكرة، يعني وصلنا ان الاستحواذ كان واصل حوالي 60-40% او يعني بالظبط 57-43%، والحاجة التانية هي ان مفيش حد بيطفش يا جماعة، الناس بتاخد الكرة وبتستلم وبتتقل وحلاوة وكرة حلوة وجميلة، والاهلي عامل احلى كلام. في نهاية الشوط الاول بنفاجئ ان على عكس احداث اللقاء بيتحسب ضربه جزاء لنادي الوداد المغربي، والحكم بعد ما يوصل للفار بيرجع يقول ان هي ضربه جزاء، يعني هيرجع بقى فقره الفار نقول لكم عليها، وبعد كده بيشوطها، ولكن الشناوي الله يبارك الله يبارك لك بدعي لك من قلبي اقسم بالله بدعي لك مع كل صلاه يصدها الحمد لله، وطبعا يمنع خطر محقق وخطر هدف التعادل من لاعبي الوداد المغربي. احداث الشوط الثاني ما كانتش مختلفه كتير، ولكن الاهلي كان اكثر ثقه وكان واقف على رجله اكتر، والاهلي بدا يعمل هجمات خطيره جدا وبدا يعمل كور قويه جدا لحد ما جت كره حسين الشحات واللي كانت انفراد تام وللاسف هو حطها في جسم حارس المرمى، وبعد كده تيجي كره لجونيور اجاييه ويلم الشباب وخد يروح الراجل جبران ده تاني برده جايبها بايده وتتحسب ضربه جزاء للنادي الاهلي، ويضعها بكل اقتدار نصر قرطاج الكبير علي معلول ليتقدم الاهلي بهدفين مقابل لا شيء على نادي الوداد المغربي على أرضه.
طبعا زي ما قلنا ان الاهلي كانه بيلعب في ملعبه، يعني الاهلي عنده ثقه قويه جدا، والراجل موسيماني ده راجل هادي وراجل جميل، وشايف اللعيبه مسيطره، شايف اللعيبه بتنقل الكره بكل ثقه، شايفين اللعيبه اي حد بيدخل يعني بيفيت ان، او اي حد بيدخل بيليق على الخطه، تحركات من غير كوره، احمد الشيخ ينزل يعمل شغل، محمد هاني يزيد يعمل مش عارف ايه. بصراحه انا سعيد جدا باداء الاهلي، لتنتهي المباراه بفوز الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، ولسه طبعا في مباراه عوده، ولكن بحسابات الكوره يعني المفروض ان الاهلي كده حظوظه وفرصه كبيره جدا في الوصول للدور النهائي من دوري ابطال افريقيا الغائب عن النادي الاهلي من حوالي 7 سنين. اما بالنسبه للقطه الفار واللي بنتكلم فيها طبعا على اللقطات التحكيميه الحلوه بس شقيه، فطبعا عندنا لقطه ضربه الجزاء بتاعه لاعبي الوداد، وهي طبعا الكوره كانت غريبه جدا لان هو الراجل جري وبعدين الشناوي دخل عليه، يعني طبعا هو يعني خلينا نقول ان في غلطه صغيره من الشناوي، ان هو كان ممكن بمنتهى البساطه الكره دي كانت شبه ميته، يعني هو دخل على الراجل فطمعه ان هو ممكن يلبس ضربه جزاء للحكم، وده اللي حصل. يعني هو الراجل لما لقى الشناوي خارج عليه راح جري وراح داخل بجسمه في الشناوي، رغم ان الشناوي مش هو اللي داخل فيه، هو اللاعب هو اللي داخل في الشناوي، والحكم بعد كده راح قال ضربه جزاء، وبعدين قعدوا يقولوا الفار ما الفار، قال لهم بس اسال يا جماعه عشان بس يعني حق ربنا، نروح نبص على الفار، نروح نبص على الفار، راح حسبها ضربه جزاء برده، ودي حاجه غريبه جدا. وطبعا يعني الشناوي الله يبارك له كره اتشطت له، وطبعا احنا بنشكر الشناوي جدا، وما اسمهاش كلام قفشه، هي قفشه احنا شايفينك وانت بتعمل له كده، او كره اتشطت كده فاحنا شايفين، احنا واخدين بالنا، فالحمد لله الشناوي انك ما سمعتش كلام قفشه وما تسمعش كلامه ابدا. اما بالنسبه للقب البابا الحقيقي فياخدها معانا محمد الشناوي. محمد الشناوي يا جماعه قدر ان هو يصلح غلطته امبارح وشال ضربه جزاء كانت ممكن تبقى نقطه تحول كبيره جدا في المباراه، لان الاهلي كان متفوق بهدف، وعلى عكس سير احداث اللقاء اتشاطت ضربه جزاء علينا وكان ممكن يجي منها هدف التعادل، ولكن الشناوي ربنا يحميك يا ابني، ربنا يحميك اقسم بالله من قلبي، يا بص من ورا النسر ده اقسم بالله بحبك. الراجل قدر ان هو يتصدى لها، والحمد لله انه قدر يؤمن فوز وتقدم النادي الاهلي مع انتهاء الشوط الاول، وطبعا الحمد لله ان الاهلي قدر ان هو يزيد الغله في الشوط الثاني وتفوق على الوداد على ارض. اما بالنسبه للقب الاخر وهو محترم، فبصراحه اديها للنادي الاهلي والموسيماني، اللعيبه كلها بصراحه يا جماعه قدوا امبارح مباراه ولا اروع، وكانت مباراه جيده جدا ما بين محمد مجدي قفشه لعمرو السوليه لمحمد هاني لايمن اشرف، اللعيبه كلها كانت رجاله في الملعب، مش عايز انسى حد، ولكن كله ادى بقوه وبضراوه، وقدروا ان هم يخلوا الوداد كانه بيلعب بره ارضه، خلوا الوداد مع خطوطه معزوله عن بعض، يخلوا الوداد مش قادر يستغل سرعاته، فبالتالي احنا بنوجه تحيه للاعيبي النادي الاهلي واللي قدروا ان هم يقدموا مباراه بكل رجوله، وعلى عكس احنا كنا متوقعين او خايفين ان الاهلي بره ارضه، ودي اول مباراه تتلعب في افريقيا مع موسيماني، ولكن الراجل احنا بنوجه له كل التحيه لان هو اثبت جداره، وبنوجه كل التحيه للاعبين اللي كانوا قدر المسؤوليه، وبنقول لهم التاسعه يا اهلي. اما بالنسبه للسلك الاريان فيا جماعه انا اسف النهارده انا مضطر امسكه لحبيبي والله انا بحبه جدا، ولكن كابتن حسين الشحات واللي قام بادوار تكتيكيه عظيمه في مباراه امبارح وكان جيد جدا، ولكن الفينش يا شحات الفينش، انت الكوره انفراد زي بتاعه قفشه بالظبط، رحت شاطر جسم الراجل، يعني كنت خلصنا يا راجل خلصنا، وكنا ما دفعناش المينيموم بتاع الكافيه ومشينا الدنيا، ليه يا حسين ليه؟ دي كانت نهاية حلقتنا من برنامج الفار مع احمد نادر على قناة الاهلي اونلاين تي في. سؤال الحلقة، هل انت شايف ان الاهلي حسم تأهله للدور النهائي من دوري ابطال افريقيا، ولا الوداد ممكن يكون ليه رأي تاني؟ وهل انت شايف ان يعني الاهلي هل في عنده فرصة كبيرة ان هو يحرز التاسعة، ولا هتفضل معقرة معانا من ساعة البطولة بتاعت 2013؟ مستني كومنتاتكم ومستني تعليقاتكم ومستني كل حاجة تحت الفيديو ده، وطبعا يا جماعة ألف ألف مبروك للنادي الأهلي، لعيبة رجالة وأثبتوا ان هم على قدر المسؤولية، وأثبتوا ان هم قادرين يتأقلموا مع أي مدرب ومع أي ظروف، وأثبتوا ان هم يقدروا يكسبوا الوداد على أرضه بكل قوة وبكل شراسة، واللي خلونا حاسين بجد ان الأهلي بيلعب على أرضه، أو بيلعب كمان على أستاد مختار التتش، يعني يا ريته مثلا بيلعب في أستاد القاهرة، لا بيلعب في النادي، فطبعا ألف ألف مبروك للنادي الأهلي والف مبروك للاهلاويه. وده كان طبعا برنامج الفار، برنامجكم وبرنامجي المفضل، وطبعا نعمل الختام بتاعنا المعهود يا جماعه عشان يعني ايه ربنا يكرم. يلا سلام عليكم.